السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ماجستير التربية مقرر التعلم ونظرياته، أهلا وسهلا معكم في المحاضرة السادسة. أما عن عنوان المحاضرة فهو سوف نتحدث عن نظرية أوزوبل في التعلم بالمعنى، ونظرية باندورا نظرية الملاحظة. أما عن أهداف هذه المحاضرة فهي على الشكل التالي: سوف يكون لديكم بعد نهاية المحاضرة فكرة عن نظرية زوبل في التعلم بالمعنى، وسوف تكونوا قادرون على ذكر أنواع التعلم حسب نظرية زوبل وتوضيح المفاهيم الرئيسية التي بنيت عليها نظرية أوزوبل التعلم بالمعنى أو التعلم القائم على المعنى. وسوف تكونون إن شاء الله قادرين على شرح نظرية التعلم بالملاحظة وفحوى هذه النظرية لصاحبها باندورا، وسوف نشير أو تكونون قادرين إن شاء الله على الإلمام بالنقاط الأساسية لنظرية التعلم بالملاحظة والإشارة إلى أهم عوامل التعلم بالملاحظة. وسوف نختتم إن شاء الله بذكر التطبيقات التربوية، وسوف تكونوا قادرين إن شاء الله على فهم أين يمكن أن نطبق النظرية هذه اللي هي التعلم بالملاحظة. بسم الله نبدأ. إذا كما ذكرنا، المحتوى هو عبارة عن نظرية محتوى هذه المحاضرة السادسة، نظرية أوزوبل في التعلم بالمعنى ونظرية الملاحظة لباندورا. المحتوى كما تلاحظون، سوف نتعرف من هو أوزوبل، ما هي نظرية أوزوبل في التعلم وكيف فسر التعلم، أنواع التعلم حسب نظرية أوزوبل، أهداف التعلم حسب أوزوبل، دور الدافعية في التعلم القائم على المعنى، المفاهيم الأساسية لنظرية التعلم القائم على المعنى. ثم سوف ننتقل إلى نظرية الملاحظة لصاحبها باندورا. من هو باندورا؟ وما هي فحوى وما هو فحوى نظرية باندورا وأساسيات نظرية باندورا والعوامل المؤثرة بالاقتداء والمحاكاة، حيث أن نظرية باندورا تقوم على ملاحظة والاقتداء والمحاكاة والتمثيل. العوامل المؤثرة بالتعلم بالملاحظة والتطبيقات التربوية. ننتقل إلى المضمون وبسم الله نبدأ. نظرية أوزوبل. نظرية أوزوبل تسمى هي نظرية قائمة على المعنى، باعتبار أننا اتفقنا على أن معنى ما هي النظرية. النظرية هي التي القاعدة في العلم التي تفسر كيف يحصل أو كيف تحصل أي ظاهرة. ونحن هنا في مجال الحديث عن التعلم والتعليم، إذن هنا سوف ننظر كيف فسر العالم أوزوبل التعلم، واعتقد وأصر على أن التعلم يرتبط بالمعنى وأن التعلم ينشأ من المعنى. أولا، ما هو أو من هو أوزوبل؟ كما تلاحظون هو طبيب نفسي أمريكي، طبعا عاش في فترة سابقة قد تكون بالنسبة لكم قديمة، ولكن آثاره أو نظريته ما زالت يؤخذ بها طبعا، وهي أساسية في العلم. أوزوبل أنا درس علم النفس أولا ثم درس الطب، إذا أساس دراسته هي علم النفس، ثم انتقل إلى دراسة الطب. ولكن عندما انتهى من كلية الطب أكمل دراساته العليا وتخصص في الطب النفسي. إذن هو طبيب نفسي وليس معالج نفسي، حيث تعرفون أن الطب النفسي أحد اختصاصات أو الطبية.
والمعالج النفسي هو الذي يكمل دراسته بعد تخرجه من علم النفس. إذا هو طبيب ثم أكمل بالطب النفسي، أما كانت اهتماماته وآثاره ومساهماته كلها كانت منصبة في علم النفس التربوي. التربوي أي أنه الذي يقوم على التعلم والتعليم. إذا اهتم كثيرا بقضايا التعليم وكيفية التعلم والتعليم، واهتم بالعلوم المعرفية أو التي تقوم على العمليات المعرفية والعلاقة ما بين العمليات المعرفية والتعلم. أما عن نظرية أوزوبل في التعلم أو كيف فسر أوزوبل التعلم، يعتقد أوزوبل أن التعلم ذو المعنى أن التعلم يحصل عندما ترتبط المعلومات الجديدة بوعي وإدراك المتعلم بالمفاهيم والمعلومات والمعرفة الموجودة لديه. إذن لماذا هي أو لماذا اقترنت بالمعنى؟ يقول أوزوبل أن المعلومات التي تأتي جديدة على ذهن المتعلم وعلى إدراك المتعلم إنما يأخذها المتعلم بشكل مدرك يميزها عن غيرها، ولا يستقبلها دون ما معالجة. كيف تكون المعالجة؟ يذهب إلى المعرفة والمعلومات الموجودة لديه سابقا ويربط ما بينها. من هنا نقول أنه يعطيها معنى، من أجل ذلك أطلق عليها نظرية التعلم بالمعنى. يعني المعلومة الجديدة يذهب بها بدماغه بأفكاره السابقة بمعارفه السابقة، يربطها مع بعضها البعض، يدرك أوجه التشابه والترابط ما بينها، ويعطيها معنى يجعلها يفهمها من خلال المعنى الجديد. وذلك حسب مبدأ أوزوبل الموحد للتعلم. ما هو مبدأ أوزوبل الموحد للتعلم؟ يقول أوزوبل إن أعظم عامل مؤثر في التعلم هو ما يعرفه المتعلم بالفعل، فلنتحقق منه وندرسه بناء على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ قلت إن الشيء المثير والعظيم جدا الذي يجب أن نعتمد عليه أن نعرف مرجعية أو خلفية المتعلم، ما هي خبراته المعرفية، ما هي معلوماته، ما هو الأصل في الخلفية العلمية لديه، ماذا يملك من معارف وخبرات وأفكار، وندرسه بناء على هذه الخبرات. إذن يجب قبل كل شيء أن نتعرف على المتعلم وننطلق منه من معارفه وإدراك ومداركه والمعلومات الموجودة لديه، ونعطيه معلومات جديدة تتناسب مع معلوماته السابقة بحيث يستطيع أن يستوعبها. كيف يستوعبها؟ بأن يربطها بمعلوماته السابقة، وبالتالي تحصل عملية التعلم. يعني أنه بالنهاية يعطيها معنى. وأوزوبل أسس منظومة للتعلم حسب، واعتقد بوجود منظومة للتعلم حسب نظريته. يقول أوزوبل أن هناك مستويان للتعلم. المستوى الأول الأساليب التعليمية التي يعيشها المتعلم. ما هي الأساليب التعليمية؟ فهو يستقبل ويستكشف. إذا الأساليب التعليمية تقوم على استقبال واستكشاف، ويتضمن التعلم الاستقبالي. إذا الاستقبال يتضمن نوعين من التعلم: تعلم استقبالي ذو معنى، وتعلم استقبالي صم. ما معنى التعلم الاستقبالي ذو المعنى؟ أن المتعلم بعد أن يستقبل المعلومة، بعد أن
يرسلها المعلم أو هو بعد أن يبحث عنها يجدها حسب طريقته، ثم يقوم باستكشاف معناها. كيف يستكشف معناها؟ بالذهاب إلى خبراته الراهنة الموجودة إليه موجودة لديه، بالذهاب إلى معارفه القديمة، ثم يربط ما بينها وبين المعلومة الجديدة. من هنا نقول أنه قام باستقبال ذو معنى، التعلم الاستقبالي، استقبل وربط وأعطاها معنى. أما هناك تعلم ثاني هو تعلم استقبالي صمت. كيف؟ ما معنى التعلم الاستقبالي الصمت؟ حسب زوبي، يقوم المتعلم باستقبال المعلومة ويحفظها كما هي، كأن يكرر على سبيل المثال قصيدة شعرية، كأن يكرر جدول الضرب دون أن يفهم معناه، كأن يكرر جملة أو رقم تليفون أو أي شيء دون أن يربطها بما لديه من خبرات، يثبتها هكذا، يرددها كثيرا كثيرا حتى تصبح تعلم لديه، يقولون تعلم آلي. إذن هو تعلم صم. لماذا؟ لأنه لم يعطيها أي معنى جديد ولم يعالجها، أخذها كما هي. أيضا هناك مستوى ثاني في المعالجة، هو معالجة التعلم الاكتشافي والتعلم الصمت. إذا المعالجة ثانية عندما يكون ما بين الفهم وبين الصمت. إذا التعلم الأول كان استقبالي، أن نحن الآن نناقش التعلم الاكتشافي. إذا المستوى الأول كان، لنصحح، المستوى الأول كان مستوى اكتشافي، والثاني عفوا المستوى الأول كان مستوى استقبال، المعلم المتعلم يستقبل، هنا المتعلم يستكشف. كيف يستكشف؟ حسب نوعين، التعلم اكتشافي ذو معنى وتعلم اكتشافي صمت. متى يكون التعلم الاكتشافي ذا معنى؟ حين يقوم المتعلم باكتشاف، هو يكتشف وفحص المعلومات ثم يربطها بالمعلومات الموجودة لديه. هنا كما تلاحظون لا يوجد استقبال، لا يوجد معلم، هنا نستطيع أن نطلق عليه التعلم الذاتي. يفتش المتعلم عن المعلومة، يلقاها بأي طريقة كانت، ثم يعالجها. كيف يفحصها؟ يذهب إلى خلفيته المعلوماتية، ما لديه من معلومات، من أفكار متشابهة، من خبرات قديمة، يعالجها مع الخبرات الجديدة ويفهمها بطريقة اكتشافية. نطلق عليه تعلم اكتشافي بالمعنى. هناك تعلم اكتشافي آخر، تعلم اكتشافي صم. صم حين يستكشف المتعلم المعلومة. إذن يتعرف المتعلم على معلومة جديدة، يأخذ بمعالجتها، قد يفهمها ويحفظها، لكن دون أن يربطها بالأفكار والخبرات الموجودة لديه. هذا سميناه تعلم صم. إذن هناك استقبال صم واكتشاف صم، تعلم وتعلم استقبالي ذو معنى، وتعلم اكتشافي ذو معنى. إذا متى نقول أنه ذو معنى؟ إنما يربطه بالمعلومات القديمة ويعطيها معنى. إذا لما تأتي يعطيها معنى، من أين يأتي هذا المعنى؟ من المعلومات القديمة الموجودة لديه. الآن وقفة عند إذا عرفنا ما هو رأي أوزوبل في التعلم، وأصر أن التعلم الصحيح هو التعلم القائم على المعنى. لماذا؟ لأنه كلما تعلم، كلما كان التعلم قائم على المعنى، كلما كان أقوى وأقل عرضة للنسيان، وكلما كان أثبت، وكلما استفاد منه
المتعلم، إذا يبقى على المدى الطويل. ووضع أوزوبل أهداف، إذا هو يدافع عن نظريته ويضع الأهداف لها. ما هي الأهداف؟ أهداف التعلم بالمعنى حسب أوزوبل: 1- مساعدة الطالب على تحقيق بنية معرفية تتصف بالثبات. هنا كما شرحت لكم أن التعلم يكون قائم على المعنى، كيف يعني؟ عندما يعطيه معنى يكون معرفة جديدة بالعلاقة ما بين المعلومة الجديدة والمعلومة القديمة لديه، ينتج بنية معرفية قوية قوية قائمة على الفهم. الفهم يعني عفوا أقل عرضة للنسيان. عذرا، يعني أعاني من الزكام. الهدف الثاني، إذا اتفقنا على أن الهدف الأول من التعلم حين يقوم على المعنى أنه أثبت على المدى الطويل، ننتقل إلى الهدف الثاني، إغناء البناء المعرفي للطالب مما يساعده على تعلم مواد جديدة. إذا بربط المواد القديمة بالمواد الجديدة يعطيه معلومات تقوى حصيلته المعرفية من حيث المادة العلمية، وبهذا يكون قادر على تعلم مواد جديدة دائما. حين يستفيد من مواده الخبرات ومعلوماته القديمة، يستطيع أن يكون أو يتعلم مواد جديدة بشكل مستمر. أيضا التعلم ذي المعنى يربط المادة العلمية بالخبرات السابقة، هذا اتفقنا عليه، أنه حين يربط المادة العلمية بالخبرات السابقة، دائما نحن عندما نريد أن نثبت ونتعلم جديد، نتعلم ما هو جديد، نستفيد من ما هو قديم، نعطي الجديد معنى. هذا يعني أننا نكون يعني أستطيع أن نقول نكون نتعلم ونحن على شكل مريح. و هنا سهولة في التعلم، نعطي الخبرات الجديدة معناها أي أن هناك طريقة فعالة في أن نتعلم وتقوى الدافعية لدينا. أيضا تسهيل مهمة نمو المفاهيم وإيضاح المفاهيم الغامضة. جميل جدا هذا الكلام، لماذا؟ لأننا حين نتعلم أشياء جديدة غامضة ونرجع لربطها بالمواد من أجل فهمها، نقارنها بالمواد التي لدينا، هنا تكون عملية التعلم سهلة جدا، أصعب مما هو لو كنا أن نعالجها ذاتها دون أن نرجع لما هو لدينا سابقا. إذا لابد أن نكون أنانيين ونقول تعلم، لابد من أن نستفيد من معلوماتنا السابقة لكي نوضح ما هو غامض. كثير من الطلبة الذي يقول لا أنا لا يلجأ إلى خبرته أو لا يستعين بالخبرات السابقة،
فهذا يعتبر شيء من الغرور. لا، نحن عندما نلجأ إلى خبراتنا السابقة عندما نسهل عملية التعلم وتصبح عملية أسرع. الآن ننتقل إلى المفاهيم الأساسية التي بنيت عليها نظرية أوزوبل في نظرية التعلم ذو المعنى. إذا هناك عدة نقاط، أكثر هنا كما هو واضح عندكم 11 نقطة اخترتها لكم، لكن هناك عدة نقاط أو أكثر من 10 أو يكاد تكاد أن تكون 20 نقطة أساسية في نظرية التعلم لأوزوبل، التعلم القائم على المعنى. اخترت لكم هذه النقاط. أولى هذه المفاهيم الأساسية التي انطلق منها أوزوبل البنية المعرفية. إذا مفهوم البنية المعرفية شيء يعتمد عليه أوزوبل، ومفاده أن المعلومات العادية الحالية يمكن أن نستفيد منها في تكوين معلومات جديدة، أي أن هناك إطار تنظيمي للمعرفة المتوفرة عند الفرد. إذا البنية المعرفية معناها أننا من معلوماتنا السابقة والمعلومات الجديدة نكون معارف جديدة متطورة، نطلق عليها بنية معرفية جديدة. المادة ذات المعنى، المادة ذات المعنى أي أنه كما يقول أوزوبل أن المادة تكون ذات معنى إذا ارتبطت ببيئة الفرد المعرفية. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إذا ربطنا أي مفهوم نريد أن نتعلمه، إذا ربطناه ببنيتنا المعرفية السابقة وربطناه بما لدينا من معلومات، نستطيع أن نحفظها أكثر. إذا معنى هذا الكلام، إذا أعطينا المادة معنى فإن هذا يسهل عملية التعلم. كلنا نعرف إذا أردنا أن نتعلم أي شيء نربطه أو نعطيه مفتاح لمعرفة هذا الشيء. من أحد طرائق تعلم وحفظ الكلمات أن نربطها بذكرى معينة لدينا على سبيل المثال. إذا هذه الذكرى هي خبرة عندنا، إذا أردنا أن نحفظ كلمة جديدة نربطها بخبرة سابقة، نربطها بصديق، نربطها بمكان معين، نربطها نستطيع فهمها أكثر. إذا المادة ذات المعنى هي المادة، أي أننا نعطيها نربطها بخبرة سابقة ونجعلها أكثر ألفة. المعنى هنا مقصود الألفة، من أين أتت هذه الألفة؟ ربطناها بما لدينا من معلومات سابقة، هنا سهل تعلمها. التعلم بالاستقبال، التعلم بالاستقبال يعني أن المتعلم يتلقى، المتعلم يتلقى المعلومة من الآخرين، وقد يكون الآخرين هو المعلم أو قد يكون ولي الأمر أو أن يكون صديق. هنا التعلم بالاستقبال التعلم بالتلقي، يتلقى المعلومة، وقد لاحظنا كيف أنه بعد أن يتلقاها يعالجها، وهي ما هي طريقة المعالجة، يعالجها ما يقارنها المعلومات سابقا. التعلم بالاكتشاف، هنا المتعلم يستكشف المادة ويحاول تمثلها، أي تمثلها أي يندمج معها، وبعد ذلك يدمجها بما لديه من بنية معرفية التي ذكرناها سابقا. إذا كل تعلم جديد هناك تكوين بنية معرفية جديدة، وكلما حاول التعلم بالاستكشاف كلما تطورت بنيته المعرفية. أيضا من المفاهيم التي ذكرها أوزوبل المنظم المتقدم. ما المقصود بالمنظم المتقدم؟ أن المفاهيم أو التعميمات التي تكون جديدة بالنسبة للمتعلم
يساعد على تبويبها ووضعها في المكان المشابه لها والمخصص لها من أجل تكوين بنية معرفية جديدة. وهكذا كلما كان هناك تعلم ومعالجة وربط بالمعنى السابق، فإن هذا يعني أن هناك مثل العداد المستمر في التقدم. إذا هنا دائما دائما من التعلم بالمعنى هناك بنية معرفية جديدة أطلق عليها أوزوبل المنظم، كأنه كلما تعلم أكثر كلما تقدم أكثر، والتقدم هذا يكون منظم حسب تطور البنية المعرفية له. إذا كل تعلم فيه ربط، وكل ربط فيه تطور في المعرفة، وكل تطور في المعرفة يلحقه تطور، أي أن هناك تقدم منتظم. أيضا هناك التعلم أو التضمين والدمج، التضمين أو الدمج من المفاهيم الأساسية لنظرية أوزوبل التضمين أو الدمج. معنى ذلك دمج المعلومات الجديدة بما هو موجود في البنية المعرفية. إذا نحن عندما نتلقى المعلومات الجديدة طبعا حسب هذه النظرية، نذهب من أجل إعطائها معنى، نذهب إلى ما لدينا من معلومات قديمة ونربطها فيها. الربط هذا يتضمن دمج. الربط لا يعني أنه عملية جمع رقمي، جمع رقمي وكمي ونوعي كيفي. إذا الربط الكيفي يعني هناك صياغة جديدة، حتى المعلومة القديمة تعطى صياغة جديدة، والمعلومة الجديدة أيضا تظهر بشكل أجد وأكثر حداثة، نطلق عليه الدمج. عندما تندمج المعلومة القديمة المعلومة الجديدة هذا ما نقصد به، لا للقديمة تحافظ على شكلها ولا الجديدة تبقى كما هي، تتأثران ببعضهما البعض مع بعض ويكونان معلومة جديدة أو بنية معرفية جديدة. التمايز التقدمي التدريجي، طبعا دائما عرفنا أن هناك تقدم، ولكن هذا التقدم لا يكون بلا معنى ولا فائدة، يكون بتعديل وتطوير مستمر. إذن دائما عندنا تعديل وتطوير مستمر للمفاهيم التي تلقيناها والتي عالجناها والتي ظهرت بشكل جديد، بحيث يصبح الفرد أكثر اتساعا وعموميا وشموليا. إذا تتطور مفاهيمه بشكل تدريجي، وكلما تعلم أكثر كلما تطور أكثر وتمايز وأصبح أكثر شمولية في أفكاره ونظرته للحياة من حوله. أيضا من بين المصطلحات التي والمفاهيم في نظرية أوزوبل التعلم الفوقي. التعلم الفوقي معناها عندما يستطيع أن يتطور بالعمومية والشمولية ويعطي المفاهيم درجة عامة، نستطيع أن نطلق عليها الفوقية، حيث أنه عندما يستطيع أن يتوصل التلميذ مثلا إلى التصنيف، إلى التمايز التدريجي بالبنية المعرفية، لدرجة أنه يستطيع أن يضع فئات من المفاهيم والأفكار أو بعض المفاهيم والأفكار والأشياء المتشابهة في فئة خاصة. مثال ذلك عندما يتعلم الطالب أن الكلب والقط والإنسان كلها من صفة الثدييات، هذا يعني أنه توصل إلى مستوى عليا فوقية، يعني فوقية هنا يعني عليا في الفهم،
لماذا؟ لأنه نظر مثلا مثال نظر إلى الكلاب مثلا والقطط والإنسان وغيرها من الكائنات التي تتكاثر بالولادة، ربط كل هذه المعلومات. كلما تعرف على كائن وتعرف كيف يتكاثر، يقارن بما لديه، يقارن إلى أن يصل إلى شيء فوقي عالي سامي، ألا وهو ما استخدمه زوبل أن التعلم الفوقي، هو وضع الأشياء كلها في فئات حسب بنيته، فئات متمايزة حسب بنيته المعرفية. التوفيق التكاملي، التوفيق التكاملي يقصد أوزوبل فيه عندما نضيف إلى المفهوم الجديد شيء من المفهوم السابق، ويحدث ما بين المفهوم الجديد والمفهوم السابق عند الشخص، يحدث بينهما تفاعل وربط، مما يؤدي إلى تكامل أو تكوين مفهوم جديد. المفهوم الجديد الذي دخل وأعطى أو أخذ المعنى من المفهوم القديم الموجود أصلا، توصل إلى أن هناك عملية يطلق عليها أوزوبل التوفيق التكاملي، يعني التكامل ما بين القديم والجديد. التنظيم المتسلسل يقصد أوزوبل فيه أن البيئة المعرفية الموجودة في ذهن المتعلم توضع وتنظم بشكل متسلسل. مثال ذلك عندما نتعلم من الأشياء من العام إلى من الأعم إلى الأخص. الآن كما تلاحظون أنواع التعلم حسب نظرية أوزوبل، عندي 4 أنواع: التعلم التمثيلي، تعلم المفاهيم، تعلم القضايا، والتعلم بالاستكشاف. التعلم التمثيلي ما معناه؟ لا نقصد فيه هنا التمثيل، تمثيل المصطلح الشائع، لا، إنما نقصد هنا تمثيل الرموز أو تعلم الرموز، عندما نعطي الصورة كلمة، بدلا أن يتعلم الطفل الكلمة من خلال الصورة، يعطيها يتعلم الكلمة من يتعلم الكلمة من خلال الصورة، لا يكتفي، لا يحتاج إلى الصورة، يعبر عنها بكلمة. إذن هنا التعلم التمثيلي المقصود به الانتقال من الصور إلى الكلمة، إذن الكلمة التي تمثل الصورة، هو معناه أن نعطي أو تعلم المعنى للرموز والرموز المنفصلة عن الشيء ذاته. تعلم المفاهيم، تعلم المفاهيم هنا مقصود فيه الاستكشاف الاستقرائي، الاستكشاف الاستقرائي، أن يستقرأ الطالب الحرف من الكلمة والكلمة من الجملة. تعلم القضايا، ما المقصود بالقضية هنا؟ المقصود بالقضية هي القاعدة، القاعدة أو المبدأ أو القانون. إذن هنا نتعلم القاعدة من الكليات إلى الجزئيات، بعكس المفاهيم، المفاهيم من الجزئيات إلى الكليات. التعلم بالاكتشاف، معنى ذلك أن يمارس المتعلم نوعا من النشاط العقلي، وحيث يقوم بإعادة ترتيب مادة التعلم بهدف حل المشكلة. إذن هنا يعالج المتعلم القضية بأن يرتبها من جديد ويتوصل إلى فهمها ذو أو القائم على المعنى. حسب
أوزوبل هناك عدة عوامل تؤثر في التعلم. واحد، الاستعداد للتعلم، أن يكون الشخص مستعدا للتعلم، مستعد لاستقبال المعلومات الجديدة، مستعد لمناقشة هذه المعلومات وربطها بالمعلومات السابقة. إذا مستوى الوظيفة المعرفية لدى الفرد المتعلم، هذا المقصود بالاستعداد، أن الوظيفة المعرفية هل هي جاهزة؟ هل هو قادر على القيام بهذه الوظيفة؟ ويتضمن ذلك الاستعداد، هل لديه بنية معرفية مستقرة وواضحة؟ هل عمر المتعلم مناسب لأن نعطيه هذه المعلومة أو تلك؟ هل ثقافته التي يعيش فيها هذا المتعلم تساعد على إعطائه مثل هذا؟ طبعا الأمر مختلف، وهناك عودة إلى الفروق الفردية. لا يوجد، لا نستطيع أن نعطي معلومات لكل الطلاب، الطلاب الصغار غير الكبار، والطلاب اللي قطعوا عن الدراسة يعني كل هناك تنوع عند المتعلمين. يجب كما قلنا في البداية عندما انطلقنا من نظرية أوزوبل، أنه يجب أن نعرف ماذا يوجد عند المتعلم، ما هي قدراته، ثم نعطيه المعلومات. العامل الثاني، الدافعية. الدافعية تتضمن الحافز المعرفي، هل لديه فضول؟ هل لديه رغبة لأن يتلقى معلومات؟ أيضا إعلاء الأنا، هل هو جاهز لأن ينمي أناه، ينمي ذاته، والحاجة إلى الانتماء. بالنسبة للحافز المعرفي، هنا نقول أن الشخص إذا كان لديه حاجة إلى الفهم، إذا كان أحب أن يتعلم، أو حاجة أو عنده حاجة إلى حل مشكلة معينة، فهو يكون أمر مؤثر جدا في عملية التعلم. أما إذا لم يكن ذلك فالأمر صعب جدا. إعلاء الأنا، ما المقصود بإعلاء الأنا؟ المقصود أن الأمر يتعلق بالتحصيل والمثابرة من التحصيل، من أجل ماذا؟ من أجل النجاح، من أجل الوصول، من أجل أخذ المكانة الاجتماعية. الحاجة إلى الانتماء، ما معناها؟ معناها أن هناك بعض الفرد، بعض الأفراد يتعلمون من أجل أن يحصلوا على المكانة الاجتماعية عند الآباء، عند المعلمين، وفي الرغبة إلى أخذ اهتمام ورعاية وإعجاب الآخرين وإيجاد المكانة عند الآخرين. إذن كل هذه الأمور تؤثر حسب أوزوبل في أن يتعلم الفرد أو يعطي المادة العلمية معنى، أو يكون لديه، يعني لا نستطيع أن نقول أن كل الأفراد قادرين على أن يمارسوا هذه، هناك هذه العوامل التي ذكرتها تساعد، يكون مثلا عندما يكون هناك يعني عمر المتعلم الصغير لا يهمهم، بعض الأطفال لا يهمهم أن يتعلموا لأنهم لا يوجد لديهم هذا الحافز، ولا يوجد لديهم رغبة بأن يكونوا لديهم هذه المكانة الاجتماعية مثلا عندما يعانون من الإحباط. بل لا بد أن يكون عند المتعلم استعداد، لا بد أن تكون الدافعية قوية لديه من أجل أن يواجه المعلومات بشغف، لأنها هذه المعلومات قد تعطيه أنه لا يتعلم من أجل العلم ذاته، من أجل أن يحصل على مكانة اجتماعية، أو على سبيل المثال من أجل أن يحصل على وظيفة مرموقة يشعره بالانتماء. هذا ما أقصد به، يعني كثيرة هي العوامل التي تجعلنا نناقش القضية التي نتلقاها. لماذا؟ ما هي الفائدة منها؟ بل أحيانا لا نقول أنه نتعلم العلم من أجل العلم، هناك عندنا غايات، هذه الغايات التي أردت ذكرها في موضوع الدافعية، طبعا حسب أوزوبل.
ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من المحاضرة، ألا وهو نظرية التعلم بالملاحظة. بالملاحظة، صاحب النظرية باندورا. من هو باندورا؟ طبعا هو عالم نفس أمريكي الجنسية، اختص بعلم النفس، عمل بجامعة ستانفورد، نشر عددا ضخما من الأبحاث النفسية. أهم نظرية له هو نظرية التعلم، وأهم عمل أو إنجاز أو أثر له التعلم بالملاحظة. ماذا عن النظرية؟ يقول باندورا أن التعلم الاجتماعي، تعلمنا نحن، قائم على التفاعل الحتمي، حتمي يعني نحن نتعلم من بعضنا البعض، هذا ما قصد. تفاعل حتمي، لا مناص من أن نتعلم، كيف لا وقد تعلمنا المشي وتعلمنا الكلام وتعلمنا كيف نتناول الطعام وتعلمنا اللباس وكل هذا، إذن مما تعلمنا من بعضنا. هذا التعلم المتبادل، متبادل بين السلوك والمعرفة، بين سلوك الناس الموجودة أمامنا نقلدهم والمعرفات الموجودة لدينا، التعلم القائم من التأثيرات البيئية المتبادلة. أهم ما أذكره من نظرية الملاحظة، قام باندورا بتجربة على مجموعتين من الطلاب في مرحلة المراهقة، تساووا في المستوى العمري والمستوى التحصيلي، وأعرض على الطلاب مجموعة، يعني وضعهم في مجموعة، وضعهم حسب مجموعتين ضابطة وتجريبية في صفين متجاورين في أحد المدارس. عرض على الطلاب في الفئة الأولى فيلم رعب فيه أكشن كما يقال، والطلاب الثانيين كانوا عاديين. بعد الفيلم مباشرة، الطلاب اللي كانوا المتابعين للفيلم العنف مباشرة بلا شعور وجد أن الطلاب قاموا بحركات لا إرادية بالاعتداء على الآخرين. إذا العنف الذي لاحظوه قاموا بتمثيله وتقليده مباشرة. من هنا أتت نظرية الملاحظة، أننا نتعلم مما نشاهد، أو هنا نقول أن هناك قدوة، التعلم بالقدوة. طبعا التجربة كانت أن الطلاب المجموعة الثانية الذين لم يلاحظوا في فيلم العنف ولم يشاهدوه لم يظهر عليهم أي سلوك غريب. أساسيات النظرية، أساسيات نظرية التعلم بالملاحظة هي على الشكل التالي: التأثيرات الخارجية تؤثر في السلوك. إذن التأثيرات الخارجية تؤثر في السلوك من خلال تدخل العمليات المعرفية. إذن نحن نتأثر، شئنا أم أبينا، نتأثر بما نلاحظ. وكيف يكون هذا التأثر؟ من خلال العمليات المعرفية التي هي الذاكرة والإدراك والانتباه وما إلى ذلك، والتصور والتخيل. إذا نحن عندما نلاحظ سلوك أو سواء كان إيجابي أو سلبي، نستخدم عملياتنا المعرفية ويتأثر سلوكنا. عفوا، اعذروني أعزائي الطلبة اليوم، أو صوتي أو حالتي الصحية غير كما هو، غير كما هو كل مرة. إذا أن الناس حسب تأثيرات السلوك، أن الناس أثناء سلوكهم يفكرون فيما هم يعملون به. إذا يفكرون لماذا؟ لأنهم لاحظوا، فكروا
وتأثره. التفاعل الحتمي المتبادل للسلوك والمعرفة والتأثيرات البيئية. هنا يقصد باندورا أن السلوك والبيئة والمعرفة تتأثران ببعضهما البعض، ولا نستطيع أن نقول أن البيئة تؤثر بشكل كبير والمعارف تتأثر، لا، المعرفة والسلوك والبيئة تؤثران ولا يوجد منهما من يؤثر أكثر بالآخر. التفاعل التأثيرات متبادلة، التأثيرات متبادلة شئنا أم أبينا، نحن نؤثر في البيئة والبيئة تؤثر بنا. طبعا وسيلة الوصل هي المعارف والمدركات والأفكار الموجودة لدينا. السلوك يتأثر بالمحددات البيئية، والبيئة هي جزء ناتج من معالجة الفرد لها. إذا سلوكنا يتأثر بالمثيرات وبالموجودات في البيئة. بنفس الوقت البيئة هي جزء ناتج من معالجة، هذا مرتبط بالفقرة السابقة، أن هناك تأثير متبادل. معنى ذلك أن السلوك يتأثر بالبيئة، وبنفس الوقت لا يبقى الشخص مستسلما ومتأثرا بالبيئة، يقوم هو أيضا بالتأثير على البيئة ومعالجة البيئة من أجل أن يحسنها إلى أو يتكيف معها، من أجل الذي يستطيع أن يتعايش معها. إذا يؤثر بها ويتأثر بنفس الوقت. ولا يمكن إعطاء أي منهما أهمية أكبر من الأخرى، نحن نؤثر بالبيئة والبيئة تؤثر بنا بنفس الوقت. طبعا كله من خلال الملاحظة واستخدام العمليات المعرفية. النقطة الرابعة في نظرية باندورا، نظرية الملاحظة، تلعب المعرفة دورا أساسيا في التعلم الاجتماعي القائم على الملاحظة. كيف يكون هذا؟ يكون أن العمليات المعرفية تأخذ شكلا تمثيليا، تأخذ أشكالا رمزية للأفكار، وتتحكم في سلوك الفرد وتفاعله مع البيئة. إذا أفكارنا تؤثر علينا في كيفية التحكم بالبيئة. صحيح أننا نتأثر بالبيئة، لكن هذا التأثر يكون لدينا أفكارا أيضا تواجه البيئة، تتأثر بها وتؤثر بها. معظم السلوك الإنساني متعلم باتباع نموذج أو مثال حي أو واقعي. هذا حسب باندورا، أنه كل السلوك، لا، لم يقل كله، معظمه متعلم، أن هناك نموذج، يعني هناك يعني قدوة أو مثال حي أو واقعي أو مثال خيالي. إذا كلنا الأطفال يتعلمون بناء على ما يشاهدون. الأب نموذج، المعلم نموذج، الصديق نموذج، أو يتعلمون من مثال أمثلة الحياة ومدارس الحياة ومواقف الحياة. ملاحظة الآخرين، هنا المقصود به ملاحظة الآخرين. كلنا نتعلم من بعضنا البعض، وهذا متفق عليه. التعلم عن طريق الملاحظة يجنبنا أخطاء فادحة. نعم، لماذا؟ نعم، لأننا لو كان هذا النموذج فاشل فإننا نتعلم من فشله، نتعلم أنه خطأ. التعلم يجنبنا أخطاء فادحة لأننا
نعرف النتائج، نلاحظ النتائج ولا يمكن أن نقدم عليها، وذلك بالاعتماد على التعزيز والمحاولة والخطأ، وهذا يجعل الإنسان يعيش في عالم بعيد عن الخطر. معظم سلوك البشر متعلم، نعم، وهذا من خلال الملاحظة، سواء بالصدفة أو القصد. يعني قد نتعلم شيئا وجدناه عابرا بالنتيجة الصدفة، هذا غير مقصود، رأينا مشهد عابر عرفنا أنه صح، أو قد تعلمنا أن لا نكرره، أو تعلمنا أن نكرره حسب النتائج، هذا بالصدفة. أما من قصد، عندما نصمم مشهد تمثيلي معين مثلا أمام الطلاب ونشاهدهم يلاحظون النتائج إذا كانت سلبية من أجل أن يقتدوا بها، أو عفوا سلبية يتجنبوها وإيجابية يقتدوا بها. إذا هذا هو المقصود من خلال الملاحظة، رؤية فيلم مثلا معين، رؤية واقعة معينة، رؤية صورة، سرد قصة. إذا هذا ملاحظة شيء، إذا هذا حسب باندورا. الملاحظون المقصود فيهم أنهم الذين يتعلمون بالملاحظة يتعلمون حل المشاكل بطرق صحيحة حتى لو كان النموذج فاشلا. إذا عندما يكون المثال سلبي حسب أوزوبل، أنه نعم له فائدة. لماذا؟ لأنهم يتعلمون أن هذا الفاشل يجب أن يتجنبوا طريقته، النموذج الفاشل. إذا دائما التعلم بالملاحظة يكون سليم حسب وجهة نظر أوزوبلا. من أساسيات النظرية التعلم بالملاحظة أيضا، عندما يرتب الإنسان المتغيرات في البيئة، لماذا يرتبها؟ من أجل أن يصطنع نموذجا للملاحظة، فهو يبتكر أساسا لمتغيرات ضبط الذات، ويعطي وسائل وأساليب تمكن من التفاعل المستمر والناجح مع البيئة. يعني لو كان هو ساعي إلى إعداد خطة تعليمية من خلال رسم نموذج معين للتعلم، نقول هناك إنما هو يضبط ذاته أولا ويعطي أساليب ناجحة. مجرد أنه قام بالتمثيل فإنه يستفيد ويفيد العينة أو الطلاب الذين يريد أن يطبق عليهم هذا التعلم. عوامل مؤثرة في الاقتداء والمحاكاة. إذا نستنتج أن التعلم بالملاحظة هو عبارة عن التعلم من نموذج، أو هو تقليد، أو هو تشبيه أو محاكاة، إذا هو اقتداء بالنهاية. لماذا؟ كما ذكرت لكم، عندما قام بالتجربة على الطلاب في الصف، لما الطلاب الذين شاهدوا فيلم العنف، كانت سلوكاتهم أغلبها بعد الفيلم مباشرة ميالة إلى العنف. إذا هذا محاكاة، هذا اقتداء. ولكن يقول أوزوبل أن هناك عوامل مؤثرة في هذا الاقتداء، ليس كل الملاحظة مؤثرة. ما هي العوامل التي تؤثر؟ خصائص القدوة. ما المقصود بخصائص القدوة؟ المقصود أنه كلما كان تشابه بالعمر والجنس والقدرات العقلية، كلما كان التأثير أقوى. يعني عندما يشاهد الطلاب المراهقين فيلم عن مجموعة أخرى من
طلاب أو أشخاص بعمرهم بيتأثرون بهم أكثر، أو إذا كانوا من جنسهم ذكور أو إناث يكون التأثر أكثر. صفات الملاحظ، من هو الملاحظ؟ هو هنا ممكن نطلق عليه المتعلم، الذي يتعلم الملاحظة. صفاته هنا المقصود به أن الناس غير المؤهلين والغير واثقين بالذات أكثر عرضة للتقليد، أكثر الاتكاليين. يعني يمكن أن نقول بأي نوع من أنواع الملاحظة كانت مقصودة أو عابرة أو صدفة. هنا يرجع الأشخاص اللي هم عندهم ميكانيزمات نفسية، عندهم عوامل نفسية شديدي التأثر أو غير شديدي التأثر، واثقين من نفسهم أو عديمي الثقة بالنفس، هناك فرق. فالأقوياء مثلا نفسيا أقل تأثيرا من ضعاف النفوس، والذي وهكذا. يعني الصفات النفسية والصفات الشخصية للإنسان لتلعب دورا في التقليد، أو مع كل ما يشاهد ينفذ. إذن هناك في بعض الأشخاص يحكمون أفكارهم، يراجعون ذاتهم، إذن هنا ترجع القناعة والثقة وما إلى ذلك. آثار المكافآت، سلوك المحاكاة أو التشبه أو التقليد يتأثر بالمكافآت اللي هي الثواب أو العقاب أو التعزيز. أو طبعا هذا كلنا نتفق عليه، أن التعزيز والهدايا والطلاب نرجع إلى الفوائد التي يجنيها الشخص من التقليد أو الملاحظة. الانتباه القصدي، الانتباه القصدي نقصد به أن الشخص إذا أراد أن ينتبه أو يركز في النموذج فهو يتأثر به أكثر من أنه لو لم يهتم. الانتباه القصدي هنا الاهتمام، والتركيز له دور في التقليد أو لا. التطبيقات التربوية لنظرية التعلم بالملاحظة، التطبيقات التربوية المقصود بها أنه بالنسبة لباندورا، أنه ماذا استفدنا نحن كمعلمين أو قائمين على عملية تعليمية، ماذا يمكن، أين يمكن أن نوظف نظرية باندورا؟ كما هو ملاحظ أمامكم، أولا ممكن أن نقدم نماذج ملائمة للتلاميذ وحثهم عليها، نماذج، أفلام وثائقية، صور، قصص، كلها من أجل أن يحذو. طبعا إذا أردنا أن نعلمهم سلوك إيجابي نقدم لهم النموذج الملائم لكل حالة. صياغة نتائج السلوك في ضوء تأثيرها على المتعلم، دائما طريقة العرض وطريقة السرد وطريقة التقديم، وكما يقولون العبرة بالنتائج، كيف يقدمون النتائج، كل هذا يؤثر على المتعلم في أن يتأثر، يصدق، يقتنع ويتعب. جعل آثار السلوك أوتوماتيكية، يعني لا يوجد مفر، كلما ككل نموذج يجب أن يكون نتيجته واصلة على أن هذا السلوك أدى إلى كذا، لا يمكن أن يؤدي إلى غير ذلك، من أجل أن يكون هناك قناعة ثابتة عند المتعلم أن يتعب. معنى ذلك أن نختار النموذج اختيارا دقيقا جدا، بحيث لا يؤدي بنا أو بالمتعلم إلى أي درجة من درجات الشك في مصداقية النموذج.
أيضا أن يتلقى المتعلم نتائجه في الحال، يعني أن نعرض النموذج ولا نتركه معلق. يجب أن يتابع المتعلم النموذج إلى الآخر، ومع ذلك يأخذ العبرة، كما يقال العبرة في النتائج. يجب أن يستمر معه ولا يتركه في نصف العرض أو في نصف النموذج. يجب لا يترك المتعلم في متاهة، يجب أن يصل إلى ويأخذ الحذر، إلى أن لدرجة أن يأخذ الحذر أو يأخذ القرار بأنه هو شيئا قطعيا يتعلم بنتيجة. نتيجة هنا نقول نتائج ماذا؟ نتائج النموذج أو المثال، من أجل أن تحصل انعكاس هذه النتيجة، ويأخذ المتعلم درسا إن صح التعبير من النتيجة. إذا النتيجة هي المهمة، النتيجة التي يحصل عليها النموذج. بهذا أعزائي أكون قد أنهيت، اعذروني للأحوال الصحية، لدي صوتي اليوم غير مناسب، وأتمنى أن تكونوا بخير، وأتمنى لكم النجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.